مكاتب مكتب العصائب، مكتبين العصائب، لان انا ابن قتل يمن مستشفى، وموثقه بالقضيه، وموثقه بالتصوير الفيديو، وموثقه بالتصوير الميداني، وموثقين بالجنايات، وشغله كامله كلها، وقايم دعوه على اشخاص. لحد الان من 25/10 ولحد الان ما اصدرت القاء القبض عليهم. ليش؟ لانه العصائب ابن قتل يم العصائب، وانقتلوا وياه هوايه، ذولا انقتلوا يم مكتب، والمكتب معروف المسؤول ماله. يعني هذا مكتب حزبي يحمل سلاح وعنده اشخاص وجامع فوق ال 50-60 واحد ومسوي لهم عزيمه، مو؟ وعندهم سلاح وواجهه والمتظاهرين وموجوده فيديوهات وسلمتها للقضاء. وموجود قرص انقتل ابني بالرصاص وطاح بالرصاص وبالدم مضمخ بالدم وسلمت القضاء، واشتكيت على شخص معين، على شخص معين، ولحد الان امر القاء قبض ماكو. ليش؟ لان الاحزاب لها سطوه، بصراحه لها سطوه على كل الاجهزه الامنيه، ومتغلغله حسب نظام الدمج بكل الاجهزه الامنيه. فاحنا عوائل اللي قتلوهم العصائب اكثر من 10، مو